احنا لا يمكن ابدا لا هننسى ولا هنتخلى عن ابناء وبنات شهداء مصر ابدا. الشهداء دول قدموا عشان احنا نعيش، احنا مصر نعيش. اوعى تفتكروا ان التمن ده بسيط. بدمهم وبأرواحهم البلد بقت بلد وبقت صامدة وقوية وبفضل الله قادرة، وربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم. الشهيد البطل ما زال حياً.